السلام عليكم البنات، بس عليكم بخير. انتم لاباس؟ كل شيء مزيان، الامور ديالكم هانيه. انا اليوم انا في المحطه وصورت لكم المحطه ديال المحطه الطرقيه دولة زيان ديال الدار البيضاء باش تعرفوها. وقبل ما تشوفوا المحطه، اللي مازال ما تابوناش يتابونا معايا ويدير لايك ويدير تفعيل الجرس باش يوصلوا الجديد، واللي سميتو واللي مابوني معايا كنشكركم بزاف 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 على اللي مابوني معايا، واللي تيدير لي الكومونتيرات زوينين ومزيانين وداكشي رفيع. كنشكركم بزاف كاملين، عيالات ورجال ولاد وبنات كل شيء تنشكر. وغادي نعطيكم نبدا صغير على محطة الطرقية ديال ولاد زيان. راكم كتعرفوا هي أكبر محطة طرقية في المغرب، تقع في العاصمة الاقتصادية ديال الدار البيضاء، وهي تمتد على مساحة 4 ديال الهكتارات. وي 4 ديال الهكتارات. وكانت تشتغل شحال هادي 24 ساعة في 24 ساعة. دابا لا، براك ما عارفين الحجر الصحي كانت شحال هادي وهي مسدودة. والمهم دابا ربي فرجها. المهم بعدا حتى هكاك بعدا ولا شوية، حتى بعدا تالت شوية ولا بلاش. دابا ولات من 11 5 الصباح. مزيانة، اللي بغى يسافر يسافر، اللي بغى المحطة الطرقية ديال ولاد زيان تتوفر عن 72 محل تجاري. هي راه متتبانش متيبانوش، ولكن هبط من تحت الدروج. مرة أخرى غادي نصورها لكم، هبطو لتحت في الدروج غادي تشوفو جميع المحلات كاينين تمايا اللي بغيتو. كاين 72 محل تجاري و 32 رصيف للحافلات. في الحافلات هي كل حافلة عندها رصيف ديالها فين تتوقف. مثلا ملي تدخل من سميتو من الباب، كاين على اليمين من بحال مثلا هابط على الخريطة، كاين مراكش، أكادير، كاين بولبيب، كاين أكادير، كاين العيون، كاين المهم قاع سميتو قاع المدن الجنوبية. ملي تدور هكا على اليسار تتلقى طنجة، تطوان، مكناس، فاس، وجدة، هادشي كلو سميتو. المهم فرقينهم، وديال الوسطى تاني في الوسط، كاينين في الوسطى ديالنا، هادو هما رصيف محطة ديال ولاد زيان. وفيها صيدلية، محطة ديال البنزين، مركز الشرطة، مقاطعة حضرية. كتعرف المحطة راه دائما في هاد الويلة اللي تيكون بنادم خارج، وهوات واجي نتا شحال نتا سير نتا طلع نتا هبط نتا. هذا الكار ديال نجم الشمال، كنت غادي لفاس وغادي يخرج من المحطة وعاد غادي يمشي لاجونس ديال نجم الشمال. لاجونس ديال نجم الشمال هو كاين هي تما نيت قدام هنا. ملي تيخرج كاين هاد العمارات، هدا الحي ديال المحطة نيت، فين دوك القهاوي تا هما كانو تيخدمو 24 ساعة على 24. دابا الحجر الصحي راكم عارفين القهاوي مبقاش يسد، كان كلشي تقريبا اللي ما بغاش يجلس في المحطة ولا حتى تيجي لهاد القهاوي هادا.
وهنا الى درنا هكا ملي غادي يدور الكار على اليمين كاينين الطاكسيات، الطاكسيات مستفينة، داك الطاكسيات، الطاكسيات محطوطين تما ديال مثلا اللي بغا يمشي بحال دابا كاين اللي تاي يبغي يمشي بحال دابا ماشي بلاتي نقول البير جديد بير جديد كاين دوك النواحي، النواحي ديال الدار بعدا معقلتش سميتهم النواحي ديال الدار بعدا اللي بغا فين ما بغا بنادم يمشي يمشي وجود هادو الطاكسيات ديال حد السوالات وبير جديد وسيدي الحال والرحمة هما فين كاتبين كلشي فين اللي بغا يمشي يمشي لشي بلاصة لو احنا الدار البيضاء محطة وفهمتي واخا تجيو لها ولا هذا ما تخافوش كاين بعض شي مدن ولاد تيقول لك لا تنخافو فيها الشفارة فيها قريساج فيها كذا بعدا تتخرج او ما سميتوها هادوك البيبان تتلقى الطاكسيات الحمر صافي دابا غادي يزيد نزيد واحد شوية وغادي يدور ونلقى محطة ديال لاجونس ديال نجم الشمال تما غادي يطلعو الناس هذا ملعب هذا حتى هو يلا داروه قنطرة قنطرة ديال ولاد زيان نيت هادي هذا الشارع ديال ولاد زيان مسميني المحطة مسميني سالي هو دار الدورة كاملة اللي عندو الموتور تيخليه هنايا اللي عندو الطوموبيل خلاص راه موجود لي باركينات على الشات ها لا شونس اهو لا شونس قريب اهو نجم الشمال هنا عاوتاني تيجيو الناس اللي تيقطعو هنا يقطعو هنا في لاجونس ولا تيقطعو في المحطة اللي في المحطة راه تيركب من المحطة اللي سميتو اللي في تيقطع في لاجونس راه تاهي تيدوز ضروري الكار عاوتاني لاجونس عاوتاني اللي تيمشي تاني لفاس او لا لا هذا تيمشي لاجونس يحط دوك الناس وحيت تتكون حتى السلعة ان الانسان الا بغا يصيفط شي سلعة ولا هذا مع نجم الشمال تيمشي لاجونس تيخلص عليها وتيعطيوها له صافي عاوتاني ملي تيوصل مثلا لفاس ولا كناس ولا وجدة ولا فين فين ما بغا تيعاود يعطيها لهم ايوا صافي انا دابا نخليكم هو هادي سميتو هي هادي هادي هي الرحلة هي في المحطة ديال ولاد زيانة وفي جانب المحطة ديال ولاد زيانة يلا وما تنسونيش من لايك و ابوني و تفعيل الجرس و الكومنتات زوين بحالكم الله يجازيكم بخير باش كتحفزونا ونزيدو لقدام وان شاء الله الى ملتقى وفيديو اخر
وشكرا لكم جزيلا. يلا باي باي، السلام عليكم. دابا مازالين في الدار البيضاء، صافي واحد شويه صافي ريكلو الشغل وداكشي والوريقات والوثائق وهذا صافي ندير تيبان يقلع. يلا بسلام عليكم، خليتكم على خير. بغيت نذكركم حقا راه ما كاينينش غير الكيران ديال نجم الشمال، كاين نجم الشمال، كاين الغزاله، كاين فضيله، كاين بسم الله السلامه، كاين بزاف زيد. انا عطيتكم النبدة عندنا سميتو فين ركبت وصافي.